الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. وبعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد جد الله وبرنامج الإنس والجن، وكما قلت سالفا برنامجنا يتحدث عن كل معلومة تخص عالم الإنس وعالم الجن أو أي قضية مجتمعية تنفع الرأي العام، سواء نستضيف دكاترة في الطب العضوي أو دكاترة في الطب البديل أو معالجين بالقرآن أو قضايا عامة تخص المواطنين. فبرنامجنا برنامج لكل الرأي العام ولكل الجماهير ولكل فئات الشعب، نلقي به بالمعلومة المفيدة الصحيحة التي لها أصل في الكتاب والسنة. نحاول نعالج القضايا المجتمعية من الواقع، من الواقع بما يأتينا وبما نراه. ومعنا اليوم الاستشاري، استشاري الطب البديل، الأستاذ أبو القاسم جابر. شرفنا به من قبل في لقاء، ولكن لم يكن هناك متسع من الوقت للاستفادة الكاملة من معلوماته، فاليوم نجدد به العهد واللقاء في حلقة جديدة عن الطب البديل والسم النحل، العلاج بسم النحل والعلاج بالحجامة والإبر الصينية وبعض المعلومات التي تتعلق بهذا العلم وهذا المجال. كما يشرفنا وجوده، زي حضرتك، أهلا وسهلا، الله يكرمك. ويشرفنا اليوم أيضا ابنتي حنين. ازيك حنين؟ حنين لها قصة اليوم، يعني عندها كده، كان هي في لها قبل كده موضوع، كان في موضوع ليها حنين في الطب البديل مع الأستاذ الفاضل الاستشاري أبو القاسم، فحبيت إن أنا يعني تقول التجربة بتاعتها أو يعني تخبركم مباشرة بالتجربة بتاعتها. وكان ليها برضو رسالة كانت عايزة توصلها، يعني في خلال التعامل الأبناء الكبار مع الصغار، يعني تعامل الأبناء الكبار مع الصغار. فهي إيه؟ قلنا نجيبها تقول تجربتها في الطب البديل، المشكلة اللي كانت عندها من الصداع اللي كانت بتعاني منه بصفة دايما على طول، صداع نصفي، والحمد لله رب العالمين بفضل الله وبفضل الإبر الصينية اللي عملها لنا الاستشاري الكبير في هذا الأمر والدارس من كذا دولة في هذا المجال وماجستيريات كتير ما شاء الله معاه، ومعاه دبلومات كتير في هذا الأمر، وعضو الجمعية الصينية للطب البديل. فكان ليه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في علاجها من هذا الأمر، بعد يعني تعودها على المسكنات وكشفها على كذا حاجة وما كانش في أي مرض عضوي. ففعلا الحمد لله رب العالمين الطب البديل بينفع، وفي أدلة شرعية بهذا الكلام. احنا مش بنعمل له دعاية، ولكن ده موجود، والدول المتقدمة النهاردة زي دول شرق آسيا وزي أوروبا وزي دول كتير جدا بقت دلوقتي تستغنى عن العلاج بالأنتيبيوتيك وعن المضادات الحيوية وعن العلاج اللي موجود بالطب البديل والأعشاب والاتجاه لهذا الأمر. فأمر لا يستهان به ولازم يكون ليه مساحة طيبة من الإعلام عامة. قولي بقى بسرعة كده يا حنين، انت بقى عايزة توصلي رسالة للتعامل يعني الأبناء الكبار مع الصغار. يعني دلوقتي مثلا انت بتشوفي ان الكبير، أختك الكبيرة مثلا، ممكن تزعق لك، ممكن تجبرك على حاجة انت مش عايزة تعمليها، مثلا انت شايفاها صح، هي شايفاها من ناحية وجهة نظرها غلط، هي بتقومك، هي بترشدك مثلا، فانت ليه بقى عايزه توجهي رساله ان هم يعني يحترموكي، او ان المفروض ان الكبار يحترموا الصغار؟ يعني قولي لي ايه وجهه نظرك في الموضوع. هم زي ما الكبار، زي ما الصغيرين بيحترموا الكبار، فالمفروض الكبار يحترموا الصغيرين. بس اكيد هم شايفين اللي احنا يعني هم شايفين حوالين الدايره، احنا شايفين من جواها بس. فهم يعني مهما برضو ما كانوا بيعملوا، فاحنا مش هنلاقي حد خايف على مصلحتنا قدهم من بعد بابا وماما. اكيد هم اكيد اكتر الناس هيخافوا علينا، اكتر الناس هيحبونا، فبرضه يعني اجباري واختياري احنا لازم نسمع كلامهم، بس بالحب مش غصب عننا. بس الاحترام واجب من الكبير او من الصغير. الله على الحب، الله. يعني انت سماره يا حنين، بس السمار نص الجمال، بيقولوا ان انت الجمال كله يا حنين. شكرا حبيبتي. يعني انت عايزه تقولي ان ال 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 الكبير لازم يحترم الصغير زي ما الصغير بيحترم الكبير. طب ايه رؤيتك في الضرب، العلاج بالضرب، ان حد يضربك منهم او ماما تضربك، ايه ده نوع من انواع العلاج ولا انت شايفه ان ده غلط؟ لا ما ينفعش. او عامه يعني اولياء الامور اللي بيضربوا ابنائهم الصغار ما ينفع. في اطفال ما بيجوش غير بالضرب هم بس، في يعني المفروض يعني ايه ما بيجوش الا بالضرب؟ يعني لو قلنا لهم على حاجه مره واثنين وثلاثه مش هيعملوها، فساعتها احنا لازم نضرب.
بس لو ما يعني لو الشخص ده مستجاب او اللي قلنا له مره واتنين وخلاص عادي، ما ينفعش نضرب ان الضرب ده يعني هو ممكن يكون في حد عنادي يقول طب ماشي ضربتيني، طب انا برضه هعمل كده تاني. فالضرب يعني مش وسيله كويسه. ممتاز، دي رساله عايزين في ان احنا نسيب لهم يفكروا، يعني نقعدهم لوحدهم يفكروا في اللي عملوه كويس. دي طرق من طرق ان احنا بنعلم بيها اولادنا. ممتاز، انا سعيد جدا بحضورك معايا النهارده وتشريفك في البرنامج يا حنين. شكرا حبيبتي. عشان ما ناخدش وقت بقى عمو، اسيبك بقى تسمعي وتستفيدي من الحلقه. تمام ماشي حبيبي الغالي. اهلا وسهلا، منورنا والله، منورنا. ربنا يبارك في عمرك. احنا عايزين نعرف اول من عالج بالابر الصينيه. اول من عالج بالابر الصينيه طبعا هم الصينيين طبعا. الكلام ده من الاف السنين طبعا، 7000 او 8000 سنه كانوا بيستخدموا الابر الصينيه طبعا في العلاج، ودي يعني من الطرق القديمه للعلاج بالطب البديل والطب التكميلي يعني. نعم. وكانت بتفيد وبتجيب نتائج هائله جدا طبعا في امراض كتير، مثل الامراض بتاعه العمود الفقري، الالتهابات المزمنه، الصداع النصفي زي ما كنا بنتكلم من شويه. واخد بال حضرتك بيجيب نتائج هائله في العلاج بالابر الصينيه. تمام مع حضرتك. يعني هو دلوقتي بالنسبه للطب البديل في موضوع العلاج بالابر الصينيه، هو اول من اشتغل فيه الصينيين ولا كان من ايام العرب؟ لا الصينيين طبعا. الطب اللي بنتكلم دلوقتي احنا ما بنتكلمش عن الحجامه. الحجامه العرب ما كانوا بيستخدموها طبعا من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا بيستخدموها. انما احنا لما نيجي نتكلم عن الابر الصينيه طبعا دي نسبه للصينيين، وكانوا بيستخدموها من الاف السنين طبعا، ومعروف حتى الاسم بتاع الابر الصينيه او الوغز بالابر الصينيه نسبه للصينيين يعني. وفي دول كتير دلوقتي بتستخدمها زي دول جنوب شرق اسيا، عندك تايلاند، عندك اندونيسيا، عندك الصين، في ماليزيا برضو بيستخدموا برضو العلاج بالوغز بالابر الصينيه. طيب احنا معانا صور على الشاشه، ممكن حضرتك تكلمنا عليها؟ احنا دلوقتي بنتكلم دلوقتي على في كذا كذا مسار بنشتغل عليه بالابر الصينيه. يعني احنا من ضمن المسارات احنا دلوقتي احنا بنتكلم على المسار ده اللي معروض على الشاشه، ده المسار بتاع الاستوميك اللي هو المعده. لو في عندنا اي مشاكل بتبقى في المعده بنشتغل على المسار اللي هو معروض على الشاشه ده حضرتك. طبعا بيبقى ماسك من فوق من اسفل السره لغايه الاصبع اللي هو الوسط من القدم، اذا كان من القدم اليمين او من القدم الشمال. طبعا بيبقى فيه نقط طبعا احنا بنشتغل عليها طبعا بمقاسات معينه من الابر. يعني في مقاس 3، في مقاس 4، في مقاس 5، في مقاسات معينه بيتحط عليها الابر دي، وبيبتدي بنعمل تحفيز للمسارات دي. هي دي مسارات الطاقه بنتكلم عليها. في طاقه ايجابيه بتبقى في الجسم وفي طاقه سلبيه. نعم. احنا بنحط الابر دي وبنوزعها بطريقه معينه وبنبتدي نحفزها، يا اما يدويا او عن طريق التسخين بالموسكا اللي هي الصيني، او بنحفزها عن طريق الجهاز الكهربائي بالنبضات الكهربائيه لمدد معينه. دي بتجيب علاج هايل جدا لو في الام متكرره في المعده، قرحه معده، قرحه 12، القولون اللي هو معظمنا حاليا دلوقتي بيعالج القولون او مصاب بالقولون. فهو ده مسار المعده بالنسبه للابره الصينيه معروض على الشاشه. طيب في الدول المتقدمه دلوقتي حضرتك، احنا يعني بنجد ان في عندك دول شرق اسيا، عندنا دول يعني اوروبا. هو كان في مداخله بس بعد اذن حضرتك ممكن اجاوب على السؤال ده. الو استاذ محمد اتفضل. الو اتفضل استاذ محمد اتفضل. حضرتك بس انا كنت عايز استاذن حضرتك، مش هتكلم في موضوع الحلقه بعد اذنك لو ينفع. اتفضل يا فندم. كنت عايز طلب صغير بس يا فندم، لو ممكن نكلم معالي وزيره الصحه. في لفت انتباه لحاجه مهمه جدا بالنسبه لعدد اسره العنايه المركزه في المستشفيات. احنا بنتكلم محافظه المنوفيه يا فندم. ايوه وما اعرفش الله اعلم بالمحافظات الثانيه يا فندم. طيب بص يا استاذ محمد، هو يعني احنا هنوصل رساله حضرتك من خلال منبرنا لوزيره الصحه ان شاء الله، ويتم الاهتمام بموضوع العنايه المركزه والاساره في المستشفيات الحكوميه. شكرا لحضرتك. اتفضل يا فندم. مع حضرتك يا استاذ محمد. يعني احنا عايزين بس نكمل الجزئيه بتاعت ليه الدول معظم الدول حاليا دلوقتي، اذا كانت دول جنوب شرق اسيا او الصين او دول زي كندا او نيوزيلندا او استراليا، الدول دي بقت لجأت للطب البديل ليه او الطب التجميل. اول حاجه اللي هو بيجيب نتائج هائله، تاني حاجه احنا ما بنأثرش على اعضاء الجسم. يعني حضرتك عارف الادويه او الانتيبيوتيك او العقاقير الطبيه بتجهد الكبد، بتجهد الكلى، بتجهد الامعاء،
المعده بتاثر عليها. طبعا انا لما بشتغل بالطب البديل او بالطب التكميلي انا بحفز الجسم ان هو يحارب المرض اللي هو فيه من جواه، بنشط دوره دمويه، بنشط جهاز مناعي، بشتغل على نقط معينه بتفيد الجسم، اذا كان بتسكين الم زي الابر الصينيه او حجامه او لسه نحل او سم نحل. فطبعا هم بيلجأوا للحاجات دي لانها ما بتاثرش على الاعضاء الحيويه في الجسم. تمام. طيب بالنسبه حضرتك بقى لسم النحل، عشان وقتنا عايزين نستفيد بس حضرتك، سم النحل ايه العلاج بيتم ازاي؟ يعني علاج سم النحل الحقن بتاعه بيتم ازاي؟ والامراض المستعصيه اللي بيعالجها سم النحل. سم النحل لو كنا اتكلمنا في البدايه عن سم النحل، سم النحل ده ما هو الا مصل بيستخرج من النحل زي ما اتكلمنا في حلقه سابقه عن الموضوع ده. الصور موجوده حضرتك؟ لو في صور ممكن ان احنا نعرضها. في مسارات طبعا بتبقى على الظهر وبتبقى دي الحجامه، دي احنا بنتكلم كده الصور دي خاصه بالحجامه، دي المناطق اللي كان بيحتجم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنستخدم اي حد ممكن يستخدمها لصحه الجسم يعني بالنسبه دي الحجامه مش خاصه بسم النحل. في صوره تانية ممكن هتكون خاصه بالاماكن اللي هي بالحقن مصل النحل فيها. عبال ما تيجي الصوره طبعا هنتكلم في مسارات. ايوه في مسارات بتبقى في الظهر طبعا زي ما حضرتك شايف، المسارات دي لكل شيء يعني لكل عضو في الجسم او كل الم او كل مرض بيتحقن في اماكن معينه عن طريق الظهر. طبعا بتبقى بين الفقرات يمين وشمال، ما تبقاش على سلسله العمود الفقري راسا، بتبقى الحقن يا اما يمين يا اما يسار العمود الفقري. ففي فوق ممكن من تحت اسفل الراس كده بنعالج حاجات زي الصداع النصفي، زي ممكن الالتهابات اللي بتبقى في الاذن الوسطى، في تحت العنق شويه كده التهابات اللي هي بتبقى خاصه بالرقبه، او لو واحد بيبقى عنده الرقبه عنده فيها اعوجاج شويه او فيها تنميل او فيها الم، لو نزلنا شويه تحت هتلاقي برضو الامراض اللي بتعالج برضو القفص الصدري او التهاب الرئتين وضيق التنفس والحاجات دي، لو نزلنا برضو شويه تحت هتبقى الاقي الحاجات الامراض اللي هي متعلقه بالمعده والبنكرياس والكلى والكبد، لو نزلنا تحت شويه هنلاقي الامراض اللي هي متعلقه بخشونه الفقرات اللي هي زي الديسك، يعني بنتكلم على الديسك الفقره الرابعه والخامسه. فطبعا سم النحل بيبقى فيه اماكن معينه بيتحقن فيها، وفي نفس الوقت بتنشط الجهاز المناعي بتاع الجسم وتحفزه وبتنشط الدوره الدمويه وبتخلي الجسم يتغلب عن الالتهاب او الالم اللي هو مسببه الالتهاب في الفقره او في المكان او في الجزئيه اللي احنا بنعالجها. ما شاء الله احنا بنستفيد والله حضرتك بالمعلومات القيمه الجميله دي والله. الله يعزك يا استاذ محمد. طيب كتله الجسم بالنسبه لسم النحل بيبقى فيها مشكله بالنسبه للجرعات وكيفيه اخذ الجرعات؟ تمام. بالنسبه لكتله الجسم يعني طبعا انا لما يجي لي طفل مثلا عنده 6 سنين او مش زي شاب بيكون بالغ او كبير، او مش زي ما يكون كهل واحد شيخ كبير عنده 70 او 60 سنه، طبعا بتختلف الجرعه وبيختلف الجرعه اللي انا بديها، الطفل مش زي الشاب مش زي الشخص البالغ. طبعا بنبدا احنا اول حاجه بنعمل اختبار الحساسيه، بعد اختبار الحساسيه وبعد ما نبدا بيه ونتاكد ان الشخص ده مش مصاب باي تحسس من السم وكده، بنبدا نشتغل ب 10 وحدات. 10 وحدات دي انت حضرتك لو جبت السرنجه بتاعت الانسولين او بتاع بيبقى الوحده بتساوي تقريبا سنتي، الوحده الكامله بتساوي سنتي. السنتي ده بيتوزع على مراكز وعلى مسارات الطاقه اللي في الجسم كلها، وبنركز بالاخص على المكان اللي هو او العضو اللي هو موضوع فيه الطاقه ده احنا عايزين حضرتك تكلمنا عنه ان شاء الله في حلقه بقى تبقى ساعه. علوم الطاقة حضرتك عايز حلقة كبيرة عشان نتكلم فيه. لأن فيها مسارات وبنتكلم عن تحفيز المسارات دي ازاي وبيتمشي عليها ازاي وبيبتدي العلاج يبقى ازاي او الكورس نفسه بيتاخد ازاي. علم الطاقة ده مش موجود خالص على الصحة في مصر. هو موجود بس قليل يعني هو موجود بره أكتر ويعني بيتاخد بره كعلم وكدراسة وكان ممكن بيتعمل فيه ماجستير وفي دكتوراه، انما هنا حاليا او الدول العربية بمعنى اشمل يعني بيبقى قليل او فيها الشغل يعني على الطاقة يعني او مسارات الطاقة. يعني الدول العربية ما عندهاش اقبال على الموضوع ده. بالظبط. في عجالة بقى عايزين نسأل حضرتك الحجامة. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم اين احتجم؟ طبعا احنا لو رجعنا للصوره اللي احنا كنا جايبينها من ممكن شويه صورة طبعا الحجامة. صوره الحجامه هنشوف المناطق اللي احنا اللي كان الرسول صلى الله عليه واله وسلم كان بيحتجم فيها، كان بيحتجم بين الاخدعين الاخدعين وال
الفخذين و و و ووجه القدم اليسرى ووجه القدم اليمنى. وفي صورة تانية ممكن هتوضح برضو خاصة بالحجامة، احنا اللي احنا كنا جبناها من شوية. لا مش دي، الصورة اللي بعدها. ايوة عند الاخداعين فوق بيبقى هنا المكانين اللي هم فوق دول عند الاذن، والمكانين اللي هم تحت عند الظهر، واخر فقرة بين فقرات الرقبة اللي هي C5 اللي بنتكلم على C5، وبعد كده النقطتين اللي هم تحت على الفخذين دول، والنقطتين اللي هم تحت بقى على ايه، على وجه على وجه القدم من فوق، وجه القدم اليسرى وجه القدم اليمنى. دي الاماكن. فوائد الحجامه حضرتك، فوائد الحجامه حضرتك، الحجامه ليها فوائد كتير. يمكن من الاشياء اللي هي الجميله للحجامه او ده اللي هي تقويه الجهاز المناعي بتاع الجسم وتنشيط الدوره الدمويه. احنا بنتكلم عن ان احنا اي مرض عشان يقدر يتمكن من الجسم لازم الجهاز المناعي بتاع حضرتك يكون ضعيف. لو الجهاز المناعي بتاع حضرتك قوي طبعا اي مرض هيبقى ضعيف جدا قدام جهاز المناعه بتاع حضرتك. فالحاجات الكويسه اللي هي بتعملها الحجامه اللي هي تنقيه الدم، وبتحفز النخاع الشوكي اللي هو يفرز قرات دم حمراء باستمرار جديده، تنشيط الدوره الدمويه في كامل الجسم، بكامل اعضاء الجسم، تنظيف الدم من الشوائب ومن الاخلاط اللي هي بتبقى موجوده في الادويه اللي احنا بناخدها، او في المواد الحافظه اللي احنا بتخش جسمنا عن طريق المعلبات، البلوبيف وزي السوسيس وزي اللانشون وزي الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي فيها مواد حافظه، وكل المواد الحافظه دي ما بتطلعش من الجسم بصوره كامله، بيبقى فيه شوائب وفيه اخلاط بتبقى موجوده في الدم، فدي بنطلعها عن طريق الحجامه. يعني الحجامة تعتبر وسيلة من وسائل إخراج كل مخلفات الدم، زي برضو كده عملية الإخراج وعملية العرق. بالظبط. يعني إحنا لو جينا اتكلمنا عن الحجامة، هي بتنقي الدم من الشوائب ومن أي أخلاط. لو إحنا بناخد أدوية فيها شوائب في الجسم بتفضل في الدم عندنا، لو إحنا بناخد حاجات معلبة كتير زي ما قلت لحضرتك، المأكولات المصنعة كلها بتسيب برضو المواد الحافظه دي بتبقى في الدم، فدي بتخرج عن طريق الكلى. في واحد ممكن يكون الكلى عنده ضعيفه او وظائف الكلى عنده مش شغاله سليمه، فبتسيب ترسبات في الدم. فاحنا لما بنعمل حجامه بنطلع كل الترسبات دي عن طريق الحجامه. فطبعا جسم الانسان بيفوق، وبتحس ان انت الصحه بتاعتك احسن، وعندك نشاط، وعندك سرعه بديهه، وعندك حس ان انت جسمك نشط. بتعمل عمليه افاقه عامه للجسم، بتعمل عمليه افاقه للجسم كله، حتى الاشارات العصبيه اللي طب مفيده وصل. بالنسبه للمدخنين طبعا، يعني طبعا فعلا في فايده، بتقلل نسبه النيكوتين اللي بتبقى موجوده في الدم. يعني الحجامه بتقلل نسبه النيكوتين، بتقلل نسبه النيكوتين اللي بتبقى موجوده في الدم، بيبقى في تركيز طبعا للنيكوتين بيبقى موجود في الدم. انت لو حضرتك لما بتعمل حجامه احنا بنقلل التركيز بتاع النيكوتين اللي بيكون في الدم. تاني حاجة تانية من سلبيات التدخين اللي هو بيعمل زي لزوجة أو تخثر في الدم. احنا قلنا الموضوع ده، المدخن بيختلف عن غير المدخن، اللي هتلاقي عنده صفائح دموية عالية وكرات دم حمراء عنده زيادة. ده شيء ممتاز جدا حضرتك، والله اتشرفنا بحضرتك النهاردة الباحث الأستاذ أبو القاسم جابر. أستاذ محمد، وإن شاء الله للقاء بإذن الله تعالى يعني بقية، وللحديث إن شاء الله بقية، وإن شاء الله لازم أن نجدد بك اللقاء، لأن حضرتك عندك معلومات لازم نفيد بها الرأي العام على قد ما نقدر. وأنا شاكر جدا لتلبية حضرتك لدعوتنا، وجزاكم الله خيرا. بشكرك حنين على حضورك النهاردة، أشكركم مشاهدي الكرام، وللقاء إن شاء رب العالمين قدر من الله. ألقاكم في أمن الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.